في معلومة جدا مهمة لازم تعرفها عن الايجنت، انه الايجنت النظامي هو اوريدي لازم يكون في عنده منصة، وهي المنصة بتنوصل اوتوماتيكلي على متجرك، وانت بكل بساطة اي عميل بيدخل بيشتري بتوصل كل الاوردرز لهون، انت ما في داعي تعمل ولا شيء، بس بتحط الشحنة انت بدك اياها وبتدفع. هلا انا هعمل قدامك كيف بعمل في الفيلمنت او كيف بدفع وكيف مشي الامور هون لحتى تعرف انت كيف ماشي الامور. طيب هلا هذا الاكونت اللي انا عندي اياه اللي عند الايجنت في حوالي 800 اوردر انشحنوا، تمام؟ في وحده هلا اويتنج شيبينج، ولكن هلا فيه يعني انشحن من هون 850 اوردر. طيب هلا حاخذك انا على منصه ثانيه، على متجر ثاني بنفس المنصه ولكن غير متجر، حورجيك كيف فينا نحن نعمل هي الخطوه. طيب كيف فينا نحن ندفع هاي الاوردر وكيف فينا نختار الشحن؟ مثل ما قلت لك هذا حساب تاني فيه اوريدي 10 اوردرز، في عندنا ويتنج شيبينج هذول دفعوا، تمام. انا خليت وحده هنا 17 اوردر، خليت وحده انا اليوم اللي قبله كان 10. هلا بالمحك السكيلينج هون هلا حتصير مبيعات لسه بكره احسن. ويتنج شيبينج مبيعات امبارح 16 هنا 17، في وحده هلا انا خليتها لحتى اورجيك كيف انا بعمل. طيب المنتج حقه 0.67 عم يباع ب 25، ولكن الشحن اذا بنروح على الشحن هون ونضغط فحيطلع لنا مثلا بدك من 8 ل 12 يوم، من 7 ل 14 يوم، من 3 ل 5 ايام، هو دي اتش ال اغلى، ولكن انا بختار هي من 4 ل 6 ايام، هي بيرفكت بالنسبه لي، تمام؟ 4 ل 6 ايام خلاص بيوصل المنتج لليونايتد كينجدوم. طيب بيصير سعر الشحن 4.33 وهون 0 خلاص اوكي توتالي 5 دولار، تمام؟ يعني انا بدفع مع الشحن 5 دولار وببيعه ب 25، ولكن بشحن جدا سريع. طيب في كتير ناس سألت محمد اوكي نحن سمعنا انه في ايجنتس بياخذوا كستمايز باكجينج 1000 1200 دولار الف. ليك شوف لك شغله، مو الفكره انك انت اي حد يجي لك اي كلام انت تصدق او تفكر انه هذا هو السعر. شوف عزيزي، بس عندك هي الباك انت فيك تحط اللوجو تبعك عليها، تمام؟ يعني حيكلفوك ال 100 قطعه 57 دولار. طيب هون حيكلفك الستيكرز اللي بتنحط على المنتج، مثلا انت ما بدك تعمل لوجو حراري، اذا كان بده ام او كيو بدك تحط ستيكرز، حتكلفك 0.01 يعني 1000 قطعه ما بكلفوك 10 دولار. طيب هون اللوجو على الباكجينج 0.72، تمام؟ يعني كمان جدا رخيص. ثانك يو كارد ال1000 حيكلفوك 7 دولار. يعني انت هون عم تحكي على شغلات رخيصه جدا ولكن حتعمل فاليو كتير 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 كبيره. خلينا نضغط هون. طيب خلينا ندخل، مثل ما شايفون ال100 قطعه، تمام؟ فيك تتحط على الاقل 100 قطعه تشتريهم بتخليهم عند تعمل كل هاي الشغلات من هون. يعني مثلا اعطيك مثال، انا اليوم بدي اعمل كستمايز باكجينج، انا مرحله سكيلينج خلاص، انا جربت المنتج كل شيء تمام، بدي اعمل باكجينج اخي، انا بدي بيع بالباكجينج تبعي، تمام؟ فيك تسال محمد يا اخي انت عم تقول باكجينج باكجينج، ما حدا بيعمل باكجينج. طيب انا مورجيك قدامك هون، هذا هون فيك انت تحط اللوجو كيف ما حتواصل مع حدا، كل ما حتعمل انا بدي 100، اوكي؟ بتعمل بيرشيز، شايف هون بيقول لك انه حط اللوجو تبعك، بس انت تضغط هون بياخذك على الكمبيوتر عندك، فيك انت تحط اللوجو تبعك، عندك اي شغلات اضافات اي شيء انت بدك اياه تكتب له اياه للايجنت، حتى اساسا في عندك اوريدي دايركت يعني دايركت لينك اذا فيك تتواصل معهم بشكل مباشر، في سبورت عندهم كثير رائع، تمام؟ فشايفت هون الكلر هذا الكاكي، هذا اللون، هذا يعني اللون ال شو بيقولوا له هذا؟ ما بعرف، اوكي اللون البني، اوكي كاكي اسمه، اي دون نو، تمام؟ فهون بتحط اللوجو انت تبعك عليه وبكل بساطه بيصير انت عندك اللوجو موجود هون. طبعا بالاضافه انه بنفس المنصه في عندك شيء اسمه التريندي برودكتس، تمام؟ يعني كل المنتجات التريندينج بتلاقيها موجوده كمان بالمنصه. مثلا اعطيك مثال، في عندنا هذا المنتج عم يقول لك انه هذا الاسبوع طلع من عندنا 300 اوردر، تمام؟ يعني ارتفع معدل انه زادت المبيعات 2%، هذا 5% زاد المبيعات، هذا 3%، هذا لا ما ارتفع، هذا 4%، تمام؟ فأنا بنزل وبشوف، ماشي؟ هو مثلا هذا 900 اوردر هذا الأسبوع، تمام؟ ارتفع 2%، أوكي، باخذ فكرة أنا، تمام؟ في عنده المنتجات، فأنا بشوف هذا 6% هذا الأسبوع، تمام؟ هذا 0%، فأنا مبدئياً أوكي أنا شفت مثلا إنه هذا مثلا 500 اوردر، فأنا بفتح على المنتج، تمام؟ بفتحه عندي وبشوفه وين؟ على العلي اكسبريس، تمام؟ طبعا هون سعره على الاكسبريس حوالي 20 يورو، تمام؟ انت هون فيك تواصل مع الايجنت اكيد وفيك تاخذ سعر احسن بكثير. طيب حمد بعد ما نحن طلبنا الكستمايز باكجينج والستيكرز وهي القصه كلها، وين حتروح؟ بكل بساطه حتروح بالوير هاوس بالمخزن عند الايجنت. كل طلب حيطلع حنحط كستمايز باكجينج، انت عامل ثانك يو كارد بنحط بقلبه، ستيكرز بتنحط معهم، بينفحص المنتج كل شيء تمام وبينطلق لعند العميل، تمام؟ طبعا هذا كله بيكون بمرحله اسمها البروسيسنج تايم،
تمام. مرحلة البروسيسنج تايم هي بالعادة بتكون من 1 لـ 3 أيام، تمام، ولكن هي بخلينا نقول من 1 ليومين الأمور كلها حتمشي إن شاء الله. ولكن بشكل عام يعني حتى الشحن أنت فيك تختار أي قد ما بدك مدة الشحن. فيك أنت كمان العميل نفسه تقول له أوكي في عندنا نحن إكسبريس شيبينج، مثلا مثل هي اللي ورجيتك إياها، أنا عندي هي إكسبريس شيبينج. كيف يعني؟ يعني أنا بدفع العميل عليها، تمام؟ بدك فري شيبينج؟ أوكي أنا بعطيك من مثلا من 5 إلى 11 يوم مثلا، تمام؟ بدك إكسبريس شيبينج؟ مثلا من 4 لـ 6 أيام، ليتس جو. في ناس بدها إياها فورا، فأنا بدفعهم عليها، تمام؟ أحكي لك شوي عن مواصفات الإيجنت الاحترافي، بغض النظر إنه حيجيب لك سعر ممتاز، حيجيب لك مثلا جريت كواليتي، حيجيب لك أحسن كواليتي، كستمايز باكجينج، لوجو، كذا، هي الاسكالاتا، أوكي، هي بيرفكت. ولكن في عوامل تانية كمان كتير بتلعب دور، بديك أنت كمان كمبتدئ تعرفها وتتعلمها، لحتى إذا أنت قررت إنك تختار إيجنت، تعرف شو هي المواصفات اللي لازم تكون عنده. أول شغلة لازم تكون عنده إنه هو يكون فاهم السوق صح، السوق الصيني، انتبه، مش أي سوق، السوق الصيني، وعارف المنتجات وعارف كل شيء، يعني أي سؤال تسأله حيعرف يجاوبك عليه. هي نقطة جدا مهمة. النقطة الثانية أكيد لازم يكون يعرف يحكي إنجليزي، وإنجليزي ممتاز. والنقطة الثالثة يكون عنده سبورت جدا قوي، في حال أنت صار معك أي شيء فورا يجاوبك. وفي نقطة أهم بكتير اللي هي المعلومات حول الشحن، أي مشكلة صارت مع العميل، وين صارت الأوردر، انتقلت لمكان تاني، فورا تعطيه وبيحطك خلاص أندر كنترول، يعني بيقلك أوكي نحن صار. النقطة بعدها هي معلومات الجمارك، يعني لازم يكون فاهم كل بلد، كل بلد رايح عليه المنتجات، نوعية الجمارك. على فكرة حتى الإيجنت القوي، أنت مثلا عايش بدولة عربية بدك تبيع بدولة عربية، كمان في عندهم دايركت لينك للدول العربية، يعني الشحن كان موجود للدول العربية بشكل ممتاز. طيب نقطة تانية وأهم جدا، هو عنده دراية كتير كبيرة بكل المنتجات. أعطيك مثال، مرة أنا من المرات شفت منتج رائع جدا، تمام، قررت أن أبيع هذا المنتج. فأنا ما رجعت للإيجنت دغري، أنا دغري حطيت المنتج وبلشت أنه أنا بدي بيع هذا المنتج. فوقت اللي بتجي مبيعات بتروح هي دايركت لعنده، لما أنت تكون واصل المنتج، واصل المتجر مع الايجنت المنصة، فبتروح دايركت لعنده. فهو اللي شاف انه صارت تجي اوردرز قال لي محمد ويت، هذا المنتج عليه باتنت، انه اي ريكومند انه يو ماست كويت، يعني انت خلاص لازم توقف هذا المنتج لانه هذا المنتج عليه باتنت. شو يعني باتنت؟ يعني حمايه ملكيه. فانا فورا خلاص عرفت. طيب شو هي وسائل الدفع اللي انا فيني ادفع من خلالها بالمنصه؟ طيب اول شغله، وبعد فيك تدفع فيزا كارد، فيك تدفع بايونير، بعتقد في عندهم شيء ثاني والله ما اذكر شو اسمه، تمام، وبالاضافه كمان في عندهم الباي بال لنا، وفي عندهم شيء اسمه الوالت، يعني المحفظة. كيف يعني المحفظة؟ يعني المحفظة بحط فيها، تمام، وأنا مثلا طبعا أنت هلأ كبداية ما في داعي تكون عندك محفظة، خلاص أنت كل ما أجتك أوردرز تدفعهم بيوت. ولكن أنا ما بدي كل شوي أدخل وأدفع بالفيزا وكذا، أنا بعمل عندهم مثلا محفظة، مثلا بحط فيها مثال، مثلا خلينا نقول 300 دولار، أوكي 300 دولار أوكي، وانا مثلا اجتني مثلا مبيعات اليوم بس بدفعه مثلا من المحفظه من الوالد اللي عندي. ولكن انا مضطر كمان بنفس الوقت فيني انا ببساطه جمع كلهم وادفع فورا عن طريق الفيزا كارد، بايونير، وات ايفر، باي بال، كله شغال عندهم. بالاضافه بعد ما اخلص كنظام شركات بتروح وبتطبع عندهم، بتاخذ الفاتوره كامله باسمك واسمه اذا انت شركة.